السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مس نجلاء من مدرسة فيوتشر بايونيرز. النهاردة هناخد حرف جديد من حروف اللغة العربية. النهاردة حرفنا حرف الراء. طب احنا اتفقنا ان كل حرف ليه اسم، شكل، صوت. اسمي راء، صوتي ر، صوتي ر. سامعين الصوت ر؟ سامعين مخرجه من فين؟ لساني فوق. ر ر. طيب شكل ايه؟ شكل عايزين نشوف شكل حرف الراء في الاول، في الوسط، في الاخر. يا ترى شكله هيتغير؟ هيمسك كل اصحاب الحروف ولا لا؟ تعالوا نشوف مع بعض، ونشوف كمان لما يتغير مع صوته مع الاصوات القصيره مع الاصوات الطويله. حرف الراء صاحبنا النهارده عنده شكلين. شكل الراء زي ما خدناها في كي جي 1، شرطه متزحلقه تحت السطر، ولو جه قبليه حرف من الحروف هيمسك ايده. طيب هيمسك ايد الحروف اللي بعديه؟ ابدا. حرف الراء اي حرف بيجي بعديه بيقف بعيد عنه شويه، مش بيرضى يمسك ايده. خلاص يبقى اتفقنا حرف الراء عنده كام شكل؟ شكلين. الشكل الاساسي بتاعه، الشكل الاصلي، شرطه متزحلقه تحت السطر، والشكل الثاني اللي هي بيمسك الحرف اللي قبله، زي كلمه رمل. ر رمل ر رمل. شايفين هنا الراء جت فين؟ جت في الاول. طيب حرف الراء قلنا مش هيمسك الحرف اللي بعديه، هتيجي بعد كده حرف الميم، هتقف بعديه لوحدها وهتفرد ايديها تمسك حرف اللام. طيب دي صورة ايه يا اصحابي؟ صورة فرشاة. فر فرشاة. سمعنا صوت الراء؟ سمعناها في الاول؟ ابدا. سمعناها فين؟ سمعناها في الوسط. اول حرف الفاء، فر. احنا اتفقنا ان حرف الراء هيمسك الحرف اللي قبله، شايفين؟ طيب هيمسك الحرف اللي بعده؟ ابدا، هيقف بعيد عنه شويه. ها، وبعدين حرف الشين هيفرد ايده ويمسك المد بالالف وبعدين التاء المربوطه. طيب هنا صورة قمر، صورة قمر. طب هنا الراء سمعناها فين؟ ق م ر، ق م ر. سمعنا صوت الايه؟ الراء في الاخر، يعني القاف هتمسك ايد الميم، والراء في الاخر هتمسك ايه؟ هتمسك الحرف اللي قبلها وترجع لاصلها. اتفقنا؟ يبقى الراء بيمسك الحرف اللي قبله مش بيمسك الحرف اللي بعده. تعالوا نشوف صوت حرف الراء مع الاصوات القصيره. مع الفتحه صوته را را، زي كلمه رجل، زي كلمه رجل. بابا اقول عليه ايه؟ رجل. ها، احسنتم. راء فتحه را را. بعدين حرف الراء بعديه حرف الجيم، هيمسك في ايده؟ ابدا، هيقف بعديه بشويه وهيمسك حرف اللام. رجل را ج ل. حرف الراء بعدين حرف الجيم وبعدين حرف اللام. طيب الراء عليها ضم، صوتها ايه؟ رو رو، زي كلمة رمان من الفواكه الجميلة. تعالوا نشوف صوتها رو رمان. طب هنكتبها ازاي؟ شرطة سنة فوق السطر متزحلقة تحت السطر وعليها الضمة، هتمسك الحرف اللي بعدها، قلنا اتفقنا مش هتمسك، هيقف بعديها بشوية حرف الميم، هيقف بعديها وهيفرد ايده، بعدين هيمسك المد بالالف. رمان، حرف النون، والنون في اخر الكلمه هيرجع لاصله. رمان رمان. انا عارفه ان انتوا شاطرين. الكسره هيبقى صوت الراء ايه؟ ري ري، زي كلمه ريشه ريشه. طب تعالوا نشوف هنا كلمة ريشة، الراء تحتها كسرة، ها هتمسك اللي بعدها؟ اتفقنا مش هتمسك، هيقف بعيد عنها. طيب حرف الياء تحتيه نقطتين وقبليه الراء تحتها كسرة، ها فكرتوا؟ أحسنتم، مد بالياء. ري ري، صوت طويل. ري ش ش، حرف الشين هيفرد ايده وبعدين التاء المربوطة. ريشة ريشة. أنا عارفة إن أنتوا شاطرين.
طيب السكون قلنا الحرف اللي عليه سكون، ها مش هينفع انطقه لوحده، انطقه مع الحرف اللي قبله زي كلمة أرنب. هنشوف دلوقتي حرف الألف في الأول عليه فتحة، وبعدين حرف الراء عليه سكون، مع بعض هيبقوا أر أر أر. بعدين الراء هيمسك في حرف النون، لا هيقف بعيد عنه، وبعدين هيفرد ايده النون، وبعدين هيمسك حرف الباء. واتفقنا حرف الباء في اخر الكلمة هيعمل ايه؟ هيرفع ايده عشان بيرجع لأصله. أرنب أر أر أر. سامعين صوت الراء؟ أرنب. أصحابي يلا نحلل كلمات حرف الراء. عندنا أول كلمة كلمة رمل، رمل. حرف الراء هيرجع لأصله زي ما هو، سنة فوق السطر متزحلقة تحت السطر. حرف الميم نص دايرة نايمة على السطر، أقفلها وأنزل إيديها تحت السطر. حرف اللام عصاية طويلة نازلة تحت السطر بطبق كبير، وطلع إيديها فوق السطر. طيب كلمة ريشة، ها يلا الراء ها هترجع لأصلها، شرطة سنة فوق السطر متزحلقة. وبعدين حرف الياء نص دايرة نازلة تحت السطر بطبق كبير، وتحتيها نقطتين. طيب حرف الشين طبق صغير طبق صغير طبق كبير، ومنساش عليه ايه؟ نقطة، ونقطة فوقيها نقطة. طيب تاء المربوطة بترجع لأصلها دايرة وعليها نقطتين. تعالوا نشوف الأصوات الطويلة. دلوقتي هناخد الأصوات الطويلة مع حرف الراء. طب احنا اتفقنا ان الصوت الطويل زي المد بالألف، مد بالياء، مد بالواو، وقلنا المد بالألف بيحب ايه يا أصحابي؟ بيحب الفتحة. يبقى الراء هتلعب مع الأصوات الطويلة، يبقى يكون عليها ايه مع المد بالألف؟ يكون عليها فتحة. يبقى كلمة ايه؟ يبقى صوت ايه؟ را را. طيب تعالوا نشوف زي كلمة ايه؟ فراشة فراشة. احنا اتفقنا ان الايه الاصوات الطويله بتيجي في الوسط او في الاخر، ما بتجيش في الاول. فهنا عندنا حرف الفاء في الاول، فا، بعدين ايه؟ را ها را. الراء عليها فتحه وبعديها مد بالالف. فرا ش ش حرف الشين، وبعدين بيمسك التاء المربوطه. فراشه فراشه. سمعنا صوت المد. طيب هنا المد بالياء قلنا بيحب الحرف اللي قبليه يكون تحتيه كسرة، هيبقى صوته ايه؟ ري ري. انا سامعاكم بتقولوا معايا وبتعدوا على ايديكم ري، احسنتم. زي كلمة سرير، س سين عليها فتحة، رير مس نجلاء. هو ينفع المد يجي في الاول؟ ما ينفعش. المد بالالف او المد بالواو او المد بالياء بيجي في الوسط او في اخر الكلمة. طيب ممكن الكلمة يكون فيها اتنين مد، مد بالألف أو مد بالياء أو مد بالواو؟ ينفع، هنشوفها دلوقتي حالا. كلمة سرير فيها كم مد؟ فيها مد واحد، مد بالياء، سرير. طب تعالوا نشوف المد بالواو، لازم يجي حرف الراء عليه ضمة علشان يلعب مع المد بالواو، هيبقى صوته ايه؟ رو رو. طيب زي كلمة ايه؟ صاروخ صاروخ. هنا فيها مد بالواو؟ ايوه، الراء عليها ضمه وبعديها حرف الواو، وبعدين حرف الخاء مس نجلاء. حضرتك قلتي ان المد بالواو قبليه ضمه. طيب هنا الكلمه دي فيها ايه؟ فيها كمان مد بالالف، حرف الصاد عليه فتحه وبعدين المد بالالف. يبقى كلمه صاروخ فيها كم مد يا اصحابي؟ فيها مد بالالف وفيها مد بالواو. يبقى مس نجلاء زي ما قالت ان ممكن الكلمه يكون فيها مد بالالف ومد بالواو، يعني فيها اتنين مد. طيب هنا كلمه صاروخ، ها يا اصحابي ينفع المد يجي فيها في الاول؟ ابدا ما ينفعش، المد بيجي في الوسط او في الاخر. اشوفكم ان شاء الله باذن الله في حرف جديد.